أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد يوسف الصحابي بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة بمصرنا الحبيبة، حيث تواصل وزارة الأوقاف أسابيعها الثقافية وتشارك أفراد المجتمع وتجوب مساجد مصر العامرة لتنشر الوعي والثقافة والفهم الصحيح لديننا الحنيف الوسطي بين أفراد مجتمعنا المصري، وذلك في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ها نحن أيها الأحبة في الأسبوع السابع الثقافي لوزارة الأوقاف، ونحن في اليوم الأول هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد يوسف الصحابي بحي مصر الجديدة. يحضر معنا هذا اللقاء علمان من أعلام الدعوة الإسلامية بمصرنا الحبيبة، علمان وقائدان وعلمان ومفكران. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سابقا، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، علمان وعالمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، علم من أعلام الأزهر الشريف، علم من أعلام ومفكري وزارة الأوقاف. فهنيئاً للحضور إن شاء الله بالاستمتاع إلى حديثهم الطيب العذب الذي يدور اليوم حول موضوع هام. والحقيقة نقدم ونكرر التحية لوزارة الأوقاف وللقائمين عليها في حسن اختيار الموضوعات في الأسابيع الثقافية. فهذه الموضوعات موضوعات هامة يحتاج إليها المجتمع ويحتاج إلى فهمها. وكما ترون في هذا الجدول الخلفي موضوعات كالفاكهة، لا تستطيع أن تفرق أو أن تختار موضوعاً على موضوع، كلها نحن في مسيس الحاجة إليها. واليوم نتحدث عن الإيمان بالرسل التي أمرنا أن نؤمن بها عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق، ونختتم هذا اللقاء الثقافي الديني
بالأدعية والابتهالات، ومعنا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. أيها الأحبة، القرآن الكريم هو دستورنا، شهد له أعداؤه قبل الأتباع والأنصار، قالوا عنه إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. نعم، إنه القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا شفيعاً في الدنيا والآخرة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. نمتع الآذان وتنشرح الصدور بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها هذا اللقاء لفضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله
نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. طيب تعليق.
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي ننقله لحضراتكم من مسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة في الأسبوع السابع من أسابيع وزارة الأوقاف الثقافية، وفي اليوم الأول من هذا الأسبوع السابع الثقافي لوزارة الأوقاف تحت رعاية معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، استعادت مساجدنا العامرة بمصرنا الحبيبة هذه الأيام دورها ورسالتها من حيث نشر الوعي ونشر سماحة الدين الإسلامي ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع. استعادت مساجدنا دورها في تلاوة وترتيل وقراءة القرآن الكريم. اليوم صباحاً في العاشرة صباحاً كانت هناك مقرأة لكبار وأعلام القراء بمصرنا الحبيبة، حضرها فوق 20 علم من أعلام القراء في بلادنا الحبيبة مصر في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وكان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الأصوات الندية، الأصوات الحسنة. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي كان سبباً في تشريع الأذان، قال له: دع الأذان لمن؟ قال: دعه لبلال، فإنه أندى منك صوتاً، أجمل منك صوتاً. كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الأصوات الندية. وها هي مساجدنا العامرة تستعيد رسالتها ودورها في نشر صحيح الدين الإسلامي والفكر الوسطي ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن ينصرها بنصره،
وأن ينزل عليها وعلى جميع بلاد العالمين الأمن والأمان والسلام والرخاء، اللهم آمين. أيها الأحبة، مع كلمات العلم ومعنا علمان وعالمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة سابقاً، ومعنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. سوف نستمتع بحديثهما عن الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل وهو موضوع حديثنا اليوم في هذا اللقاء. فمع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا حضرات السيدات والسادة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي تقتطعونه من أوقاتكم في موازين حسناتكم. حسناً ما صنعت وزارة الأوقاف المصرية برئاسة وزيرها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في إقامة هذه المواسم الثقافية، والتي أعطت لرواد المساجد نوعاً جديداً من سماع الفكر والثقافة التي تمثل وسطية هذا الدين الذي شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون ديناً وسطاً عدلاً قسطاً، تحقيق ذلك في قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. موضوع لقاء اليوم موضوع لو تأمل فيه المستمع قبل المتكلم يرى ما لهذا العنوان الأبرز من أثر فعال في طمأنينة القلوب ووصلها بعلام الغيوب. الله رب العالمين ما خلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنما خلقهم لغاية وحكمة، خلقهم لعمارة الكون وترقيته وتشييده
والبحث في أسراره كي يصلوا عن طريق النظر والاستدلال إلى معرفة خالق الأرض والسماء. وما تركهم الله هكذا دون بشير أو نذير، إنما أرسل إليهم رسله وأنزل من أجلهم كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإرسال الرسل من الله للخلق نعمة كبرى ومنة عظمى، لو فقدها العباد لكان لهم أن يحتجوا على خالقهم يوم أن يعودون إليه، فقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخلع. لكن الله تبارك وتعالى تعهدهم بالرسل تترى حتى لا يخلو زمن من رسول يعلم الناس كيف الطريق إلى الله وكيف الوصول إلى معرفة حقيقة خالق الكون ومبدع المبدعات ومنشئ الموجودات. ومن هنا فإن عظمة الإسلام حضرات السيدات والسادة تتمثل في كون المسلم لا يقبل توحيده وإسلامه إلا إذا أقر برسالة سائر الأنبياء والمرسلين. وهذا أمر لو تأملناه لاستطاع الناس من خلال الأمر الإلهي باتباع سائر الرسل والإيمان بهم دون تفرقة بين رسول ورسول، لعرف الناس إنما أراد الله من إرسال رسله وبيان شرائعه أن يحقق في الكون معنى الأمن، معنى الطمأنينة، معنى السلام. ماذا تنتظر من مسلم لا يفرق بين رسول ورسول؟ إنه محب لكل الرسل، وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منه أن يؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود وشعيب وصالح إلى غير ذلك من سائر الأنبياء والمرسلين. ومن هنا يقول للبشرية جمعاء: أنا متبع لسائر الرسل، وأنتم يا من تتبعون رسولاً دون رسول، أنتم في دائرة إيماني أعيش معكم وبكم، والمرجع لي ولكم إلى الله، وستسألون عن سبب تفريقكم في الإيمان بين رسول ورسول. ما الذي يعود علينا إن فرقنا في الإيمان بالرسل بين نبي ونبي؟ لا يعود ذلك إلا بملء القلوب حقداً وكراهية وبغضاء وعدم استقرار للمجتمعات وعدم تحقيق أمن بين أفرادها. إنما المسلم الذي كانت عقيدته مبنية على عدم التفرقة بين رسول ورسول ينشر السلام بين سائر البشر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل، تأمل التعبير، كل قضية كلية موجبة لا يخرج فرد منها. كل أي كل فرد من أفراد المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الإسلام الذي أتى بهذه الحقيقة، والذي أمر أتباعه أن يؤمنوا بسائر الرسل، لأن جميع الأنبياء والمرسلين شرائعهم ورسالاتهم تخرج من مشكاة واحدة. اقرأوا إن شئتم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن حبيبكم أسعد الخلق سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أخيه عيسى بن مريم ماذا قال؟ عيسى بن مريم أخي في الدنيا والآخرة. نحن معاشر الأنبياء بنو علات، يعني مثال وتمثيل لكون الأنبياء والمرسلين أتوا في أزمنة مختلفة، شأنهم ومثلهم كمثل رجل تزوج أكثر من امرأة فأنجب من سائر نسائه التي تزوج بها. هذا معنى قول النبي نحن معاشر الأنبياء بنو علات، أي أصحاب أزمنة متعددة. أمهاتنا شتى، أي أزمنتنا مختلفة، وديننا واحد، وديننا واحد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه دين أتى به سائر الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر الإنسانية، نداء لكل فرد في الإنسانية، إن أردتم الأمن وأردتم الحب وأردتم الود وأردتم تحقيق الأخوة الإنسانية فلا تفرقوا في إيمانكم بين رسول ورسول. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سابقاً، علم من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، والتي حدثنا فيها عن ثمرة الإيمان بسائر الرسل، تلك الثمرة التي تتمثل في السلام والوئام والحب والود والاحترام والتماسك والاصطفاف والاتحاد، كل ذلك يأتي من الإيمان بسائر الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أيها الأحبة، ما زلنا معكم في هذا اللقاء الثقافي ضمن الأسبوع السابع من الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إيماناً من وزارة الأوقاف بما للثقافة من أثر عظيم في تقدم الوطن وفي تقدم المجتمع وفي نشر وسطية الإسلام وفي نشر الوعي بين أفراد مجتمعنا ووطننا الحبيب. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد
وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود عبد الباقي مدير إدارة أوقاف النزهة، ويحضر فضيلة الشيخ حمادة جابر القناوي إمام مسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة، الذي ننقل لحضراتكم من رحابه هذا اللقاء الثقافي الديني. كما يحضر معنا جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر، وجمع غفير من أهالي حي مصر الجديدة، جاءوا ليستمعوا إلى العلم، ليستمعوا إلى القرآن الكريم، ليستمعوا إلى الابتهالات والأدعية، حيث هذا اللقاء الثقافي الإيماني. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمة علم من أعلام وزارة الأوقاف ومن مفكري وقادة وزارة الأوقاف، مع فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فإن موضوع الإيمان بالرسل من الأهمية بمكان، فبدونه لا يصبح الإنسان مؤمناً، بدون الإيمان بالرسل لا يكون الإنسان مؤمناً، لأن من أركان الإيمان، وفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإسلام كلنا يعرفها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر حلوه ومره. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق الإيمان الكامل بالرسل، كما استمعنا في التلاوة التي تليت على مسامعكم: لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم إن العقل البشري قاصر على الكيفية المثلى لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية العظمى من خلق البشر هي تحقيق العبودية لله وتحقيق التوحيد الكامل لله. كيف نصل إلى العبادة المثلى لله تبارك وتعالى؟ لا يتأتى ذلك إلا عن طريق رسول يأخذ بيد البشرية من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والطاعة لله رب العالمين. لذلك كما قال أستاذنا فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري، وما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبين للناس
كنه عبادته، يبين للناس القيم والأخلاق النبيلة التي من شأنها نشر التآلف والتحابب والتآخي والتسامح ونشر السلام بين بني الإنسانية. قال الله تعالى مثلا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يهذب نفوسهم، يأخذ بأيديهم إلى طريق الأخلاق العالية السامية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى يعلمهم، يخبرهم بكلام الله، ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة، إلى طريق النجاة. إذن العقل البشري قاصر على إدراك كنه عبادة الله عز وجل، فكان من ضمن كرم الله عز وجل بالإنسانية أن من عليهم بإرسال الرسل. ثانيا، إرسال الرسل الغاية منه أيضا تزكية وتهذيب النفوس، تزكية وتهذيب النفوس. ويسعدني ويشرفني أن ألقي على مسامع حضراتكم جانبا من هذا الحوار الراقي الذي يبين لنا عظمة ديننا الحنيف، ويبين لنا الغاية العظمى من إرسال الرسل. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وأراد المشركون أن يوقعوا بين النجاشي وبين المسلمين المقيمين في أرضه، واستدعى النجاشي سيدنا جعفر ابن أبي طالب قائد أو نقيب المسلمين على أرضه. ماذا قال سيدنا جعفر؟ قال: لقد كنا قوما أهل جاهلية. هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام. يأكل القوي منا الضعيف، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش. ثم قال بأدب من أدبه وعلمه ورباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فمن الله علينا برسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يبقى قدم الصفات الحميدة، قدم الصفات الحميدة قبل أن يبين، قدم الصفات الحميدة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم عما جاء به. فمن الله علينا برسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه حتى يغلق الباب عن القيل والقال. فأمرنا بعبادة الله وحده وترك ما كنا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. هذه الغاية. ودعانا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. يبقى دعانا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. من أين يتأتى للإنسان أن يعرف هذه القيم الإسلامية أو هذه القيم النبيلة التي دعت إليها جميع الأديان؟ ما من دين إلا ودعا إلى محاسن الأخلاق، فمحاسن الأخلاق من المشتركات بين جميع الأديان، من المشتركات بين جميع الأديان. ثم من أهمية إرسال الرسل أيضا كما بين أستاذنا فضيلة الدكتور، الإنسان أحيانا قد يجحد نعم الله عز وجل عليه. فإذا ما سئل: تعال يا سيدي،
لماذا مثلا لم تصلي؟ لماذا لم تصدق الحديث؟ لماذا لم تراعي الأمانات؟ من الممكن أن يقول لم يعلمني إياها أحد، لم أتعلمها على يد أحد. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما حدش يقول لا، ده ما حدش لم يأتي إلينا رسولا ولم نتعلم شيئا. إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. لا، رسلا مبشرين ومنذرين. ده الآية دي جت في سورة النساء عقب الحديث عن بعض الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية. ثم قال رسلا، الهدف منهم إيه؟ الهدف من إرسالهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أسأل الله عز وجل أن يزيننا جميعا بمحاسن الأخلاق. اللهم جملنا وزيننا بمحاسن الأخلاق، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والشكر موصول لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل الكريم، إمام المسجد ومجلس الإدارة. شكرا لكم جميعا، نلتقي دائما على الخير وفي الخير. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة العطرة الطيبة من فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن معسكر الأنبياء والرسل، وأن جميعهم جاءوا ليعملوا في معسكر واحد، وهو معسكر التوحيد ونشر الأمن والأمان والسلام والوئام والود والحب بين الناس، معسكر الأخلاق، معسكر السلام. جميع الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للناس، لذلك أمرنا بأن نؤمن بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. نعم أيها الأحبة، كما ذكر هؤلاء الأعلام من أن هذا الموضوع هو موضوع هام، الإيمان بالرسل. وتحية مرة ثانية للقائمين على وزارة الأوقاف في إعداد وتنظيم هذه الأسابيع الثقافية على حسن اختيارهم لتلك الموضوعات الهامة التي المجتمع في مسيس الحاجة إليها وإلى فهمها الفهم الصحيح، والذي تعمل عليه وزارة الأوقاف. استعادت المساجد رسالتها ودورها في نشر الدين الإسلامي الحنيف، وفي نشر الوعي، وفي نشر الفكر والثقافة، وفي نشر الفكر الوسطي الذي ينهض بالمجتمع ويعمل على نشر السلام والوئام والمحبة. أيها الأحبة، ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي من هنا، من رحاب مسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة. وأرى المسجد وقد امتلأ برواده وبزواره وعماره الذين جاءوا ليستمعوا
إلى العلم وإلى القرآن وإلى الثقافة. نعم نعم أيها الأحبة، مجتمع مثقف، مجتمع يعرف الله، مجتمع محب لوطنه، محب لأفراده، مجتمع مستنير، مجتمع حضاري، وهذا ما تعمل عليه وزارة الأوقاف بقيادة رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. الآن نصل إلى الدعاء والابتهال، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. انظر إلى رحمة الله، انظر إلى رحمة الله عز وجل. يستحي إذا رفعت إليه يديك وقلت له يا رب، يستحي أن يرد تلك الأيدي خائبة. لذلك قال سيدنا موسى لرب العزة: يا رب، ماذا تقول لعبدك العاصي إذا رجع إليك وتاب إليك وقال لك يا رب؟ قال له المولى سبحانه وتعالى: يا موسى، أقول له لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. وجاء في الأثر أيها الأحبة أن رجلا كان يعبد صنما، صنم، فكان يدعو الصنم ويتوسل إلى الصنم: ارزقني يا صنم، اطعمني يا صنم، اسقني يا صنم. أخطأ لسانه وقال يا صمد، فقال المولى سبحانه وتعالى: لبيك عبدي. فقالت الملائكة: يا رب، أنت أعلم بحال هذا الرجل، إن لسانه فقط هو الذي أخطأ. فقال المولى سبحانه وتعالى، فقال الرحمن الرحيم الذي قال: دعوني أستجب لكم، قال: يا ملائكتي، أستحي أن أدعى باسمي ولا أجيب. أيها الأحبة، استمعنا إلى كلمات العلم من علمان ومن عالمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. تحدثوا عن الإيمان بالرسل، واستمتعنا بحديثهم الطيب العطر في هذا الموضوع الهام. الآن ندرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا مولانا يا مجيب، من يدعوك لا يخيب. يا من يدعوك لا يخيب. توسلنا بالحبيب، توسلنا
الحبيب اقض حاجتنا قريب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا الزاخرات ندى
الجزيل بلا حصر ولا عدد. وقمت بالباب يا مولاي لي أمل. وقمت بالباب وقفت بالباب يا مولاي لي أمل فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. وقفت بالباب أرجو كشف ضائقتي يا رسول الله يا رسول الله أدركني وخذ بيدي. صلي وسلم على سيدنا محمد كما تعودنا في مثل هذه الإشراقات، فنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر. صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليك شفيعي. صلى الله عليك يا سندي صلى الله عليك وسلم. صلى الله وسلم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا عظيم الجاه يا جد الحسنين يا جد القمرين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف، ونقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد يوسف الصحابي بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة ببلادنا الحبيبة مصر، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءها ويحفظ قادتها ويحفظ شعبها ويحفظ مساجدها. أيها الأحبة، هكذا استمعنا إلى القرآن الكريم، واستمعنا إلى كلمات العلم من علمائنا الأفاضل، واستمعنا إلى الأدعية والابتهالات. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يجزي كل من ساهم في تنظيم هذه اللقاءات الثقافية والأسابيع الثقافية خير الجزاء. هذه اللقاءات والأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء الثقافي من هنا من هذه الرحاب العامرة الطاهرة، رحاب مسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.